ازيكم يا شباب مساء الخير اخباركم ايه اهلا بكم في قناه ورق وقلم التابعه لمؤسسه طريق النجاح للخدمات الثقافيه والاجتماعيه أه احنا اتفقنا ان احنا يعني هنقعد كل فتره كده نقعد ناخد موضوع كده او مفهوم ونقعد ندردش فيه يخص أه السلوكيات يعني النهارده هكلمكم عن حاجه كده غريبه ممكن يكون ناس كتير ما سمعوش عنها أه هي عقوبة من العقوبات اللي بيستخدموها في أمريكا والبلاد الغربية اسمها الكوميونتي سيرفيس الغريب مش في مش في العقوبة نفسها طبعا في الأول احنا عادة مش بنستخدم أساليب العقاب في الأول يعني بس هي الفكرة فكرة إنه بيستخدموها دايما في مع الناس اللي بتعمل جرائم جرائم يعني وبدل ما يتحبسوا في السجن أو يتحطوا في السجن يعني بيخلوهم يعملوا شوية خدمات تطوعية بدون أجر في مكان هم بيوجهوه بيوجهوه لي يعني يعني بدل ما احبسك في سجن يعني هي حاجه على المستوى الكبير يعني استراتيجيه على المستوى الكبير يعني بدل ما احبسك مثلا في سجن انا اخليك تعمل عمل هيسموه خدمه تطوعيه العمل ده بدون فلوس يعني مش هتاخد فلوس عليه طبعا انك انت اصلا هي عقوبه عقاب على حاجه انت على سلوك سيء انت عملته في مكان المكان ده انا اللي هحدده مش انت كمان وكمان بيحدده مش بس المكان بيحدد عدد الساعات يعني يقول لك مثلا لو انت مثلا سرقت مثلا محفظه فهيبقى ليك عدد ساعات خدمه تطوعيه مثلا مثلا 60 ساعه لو انت مثلا شاركت في مثلا في كذب كذبه معينه فانت هتتعاقب مثلا 120 ساعه وهكذا يعني. واذا الشخص ده نفذ المطلوب منه بشكل صحيح يعني العقوبه تنتهي بقى خلاص. هي يعني فكره بس انا حبيت اتناقش فيها معاكم على القناه يعني. طيب هي الطريقه دي يعني بيودوه اماكن يعني مثلا ممكن يشارك مثلا في اعمال بناء حاجات تخص البلد يعني مثلا ممكن يشارك في بناء مدرسه مثلا. طبعا مش هو اللي هيبني مدرسه بس يعني يقعد مثلا يشيل المونه مثلا يعني ويطلع هنا وينزل فيلم كده يعني. حاجة مرهقة يعني نوع عقاب طبعا ممكن يشارك يشارك مثلا في اعمال اعمال نظافة ممكن يشارك مثلا في رعاية مرضى يعني كده يعني هما اللي بيحددوا زي ما اتفقنا المكان والعمل اللي انت هتقوم بيه وعدد الساعات كمان طيب الطريقة دي ليها ايجابيات اصلا ليها فوايد اه طبعا ليها فوايد يعني يعني هي في الاول في اول اول حاجه هي هتساعد في بناء شخصيه الشخص ده هتساعده يعني هو آه شخص بدل ما يتعاقب ويقعد في السجن مش بيعمل حاجة أو يتحبس مش بيعمل أي حاجة هو بيتعلم حاجة جديدة وشخصيته بتتقوم بشكل إيجابي يعني كمان ممكن نقول في حاجة تانية إن هو أصلا بيعمل أعمال إيجابية بيكتسب من خلال خبرات وبيتعلم سلوكات إيجابية يعني هو مثلا لما يشارك في بناء مبنى معين فهو بيتعلم الشغلانه دي بيتعلم الحاجه دي فممكن لو هو شخص مثلا ما كانش بيشتغل بيشتغل فيقدر يلاقي مثلا شغلانه يعني انا مع الفار انا بس بدي الفكره يعني. <تصفيق> <تصفيق> كمان مثلا لو هو بيشارك مثلا في عمل رعايه مرضى مثلا فممكن الموضوع ده ياثر في نفسيته بشكل ايجابي يعني ان هو يشوف ان في ناس مثلا تعبانه وفي ناس مريضه و وممكن يكون يشوف مثلا الناس المريضه دي وهو مثلا ربنا عامله بصحه فهو ازاي ان هو ما كانش كويس منه ان هو مثلا يسرق او يعمل سلوك سيء يعني. كمان ممكن نقول حاجه ايجابيه ثالثه مثلا ان في الاول وفي الاخر هو ال ال العقاب ده بيفيد المجتمع نفسه يعني يعني يعني, يعني انت بتشارك في رعايه مريض ممكن يكون المريض ده اصلا ما كانش لاقي حد يساعده انت بتشارك في عمل نظافه مكان معين كان المكان ده مش يبقى نظيف يعني 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 في الاول في الاخر انت شاركت في في افاده المجتمع زائد ان تحقيق الايجابيه الاولى والثانيه ده برضو بيفيد المجتمع ان شخص مجرم اصبح شخص ليه شخصيه واصبح بيقوم باعمال ايجابيه كويس مش عاوز بس مش عاوزكم تنسوا ان الاستراتيجيه دي بيتم استخدامها مع الجرائم اللي هي الخفيفه يعني يعني مش مش مثلا واحد يكون قتل شخص فيقول له انت هتعمل حاجه بناء مثلا مدرسه وشارك فيها وبعد كده خلاص شال منك العقاب يعني هم بيستخدموها للجرائم الخفيفه يعني. طب انا حابب ان احنا نتناقش على الجروب بقى وعلى القناه <تصفيق> <تصفيق> مثلا هل في سؤالين نجاوب على سؤالين كل واحد يجاوب على السؤالين دول. السؤال الاول هل الاستراتيجيه دي ينفع تطبيقها اصلا في المجتمع المصري؟ بس خلي بالكم هما بيسيبوا الشخص جوه المجتمع يعني مش مش بيبقى في السجن مثلا او في الحبس وبيشارك في عمل جوه الحبس زي ما في ناس مثلا في السجن بيروحوا يكسروا في المحاجر وده لا يعني هو بيبقى جوه المجتمع يعني بس في المكان اللي هو بيساعد فيه بيأدي فيه العقاب بتاعه يعني فهل اول سؤال هل الاستراتيجيه دي ينفع تطبيقها في المجتمع المصري؟ ازاي يعني؟ السؤال الثاني ونفكر فيها شويه كده طب دي طبعا بتنفع للسن الكبير بس هل ممكن نطبقها مع الاطفال يعني هل لو حد مننا فكر هل الاستراتيجيه دي ينفع اطبقها مع الاطفال ولا لا حاولوا تفكروا كده وكل واحد مننا يكتب تعليق تعليق كده على الجروب على القناه تحت الفيديو يعني برايه في الاجابه على السؤالين دول آه شكرا لكم يا حاجة كده خفيفة كده عشان بندردش فيها ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب في القناة وما تنسوش تعملوا شير في لزمايلكم على الفيس تدعوهم يعني لمشاهدة الفيديو عشان الكل يشارك معنا تبقى حاجة لطيفة يعني شكرا لكم كان معكم ايمن عبدالله بشير المدير الفني لمؤسسة طريق النجاح للخدمات الثقافية والاجتماعية على قناة ورقة وقلم على اليوتيوب شكرا الى اللقاء